بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد كوكبة علماء وما شاء الله فقهاء محمد مهندس محمد نور سويد الحلبي سيدي المحامي محمد القناوي القطب القوس سيدي رمضان الحجاز الدسوقي سيدي كمال وين قنا ولا سوهاج ولا الدسوق منوفية أنت الحكومة وسيدي الشيخ رمضان الفياضي القطب القوس الموسوعة سيدي رفعت الرفاعي وسيدي محمد نور دملخ الرفاعي السبسبي سيد يا سادة بسأل سؤال وبيكم بصراحة تجاوبوني يعني طقت بدوني صار كم يوم كان الوالد أول السيد والسيد هاشم السيد أحمد رفاعي وزين ناب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية يقول الناس تهرب من العلماء إلى الدعاة يقولون الدعاة أسهل لهم يقول أنتم العلماء كما كلامكم كي يقول يا ابن العلماء يقعد يقولونهم يجوز يقول يروحوا للدعاة الدعاة يدوهم إياه على بساط خفيف فماذا ردكم يا أغطاب يا صوفية ليش الناس تهرب منكم انتم العلماء يذهبون الى الدعاة علماءهم الدعاة لا يروحوا حق اللي يعني خفايف يعني ما يخشوا بالبحر العميق قال الشافعي الحنفي الحنبلي المالكي علماءهم الدعاة ايوه لان الدعاة بيمشوا بالتدريج ايوه نعم انما التالي بيديله على اخر سلمه الله انا كان عندنا واحد راح لجماعه قاعدين على القهوه ايوه قال لهم انتم ليش ما بتصلوا قالوا فيه صلاة اثنين وصلاة اربعة وصلاة ثلاثة قالوا لا هذا كله اثنين الله اكبر استغفر الله تعالوا الله فدخلوا يصلوا الامام يصلي هو صادق على اساس الاول صح؟ اي اساس الاول دخلوا يصلوا يجوا الامام في التشهد الوسطاني مسلمين ومشي فالناس اشتكوا للامام وقالوا له قالوا الشيخ فلان قال لنا كذا كذا حلو قام هو قال له ازاي تطلع ابو مهدي تعال اسمع حديث العلماء قال انا جبتهم من تبي ميه قوم معطي ميه قوم الدملخ يعطي بطن هاي بطن لا لا هاي بطن نظيف هاك اعطيه انت تستنى وتبغى تتكلم اي نعم لا هذا قص اي نعم قالوا انا جبتهم من على القهوة دخلوا المسجد تطهروا وتوضوا وصلوا معك ركعتين كمل انت الباقي كويس هذا فقه التدريج في الاخذ بالاحكام مره الراجل عبد الله اسمه هذا غانم اللي له كتاب عندما غاب الرب يقول احنا في سنه اليابان بعشر عايزين دعاء من جميع الأديان ويختاروا الدعاء اللي مذهبهم يتناسب معه بيقول فالمسلمين بعثوا الشيخ السبكي هو نائب عنه فشرح لهم الإسلام كله مسافة ساعتين فالناس ايه قال انا لو بعتوني الشيخ الله يرحمه بقى اللي كان عميد كليه الشريعه اليمن قال الشيخ المدني محمد المدني قال انا لو بعتوني كنت همشي معهم بالتدريج الاول اخليهم ينطقوا الشهادتين في مده شهر بعدين الشهر الثاني اعلمهم الوضوء والصلاه فإذا هم أجابوا لذلك أعلمهم إن في زكاة في الأموال زي حديث معاذ بن جبل مسافة سنة يبقى هم تقبلوا الموضوع إنما أنت تقدر تحفظ واحد القرآن كله مسافة يومين لا طبعا ها يبقى إذن فقه التدريب دلوقت هو المطلوب ده الموجود عند الدعاء حضرتك أنت فين يا رب نعم إيه ده لا يكلم واحد تاني مولانا انت فين يا ابني ده الموجود عند الدعاء انت يا بخلاف العلماء بيقعد يذكر الادله والفروع و و والعقود الكلام ده صح مظبوط شنو تعقيبك سيد الفياضي قول ادلي بدلوك بسطة حلوة سيدي القطب القوس يعني يقول لك انه هو سهل عليهم قال يعني توضوا طهارة وخشوا باثنين وطلعوا بعدين بالاربعة والثلاثة والصح ولا مش صح سيدي سيدي رفعت الرفاعي تؤمن بهالقاعده الله اعلم انا رجل سيدي الدملخي
لا تجبنوا فيها، خلكم جريئين. سيدي السويد السويدي الحلبي، شو رايك بتخريجة سيدي؟ جميلة. عموما ذا الرجل امام غسر الاسنان ويصلب الحكومة. ان اللي خطأنا الحكومة هتخطأ رأينا كلنا. اقول لك سيدي، يعني انت بسألك اللي من خبرتك سيدي حجاز اللي يجوك يسألوك يكونوا سألين ناس قبلك ولا هما انت يجونك كعالم ثقة بالدولة 50 سنة بدولة الكويت؟ الفتوى ليست ملزمة، انما القضاء هو اللي فيه ضبط واحضار والزام. والراجل قال له يا رسول الله استفتيت اهل العلم فقالوا لي كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكم بكتاب الله. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قضاء يعني ملزما، إنما الناس اللي سألهم وأجابوه مجرد فتوى يعمل بها أو ما يعملش، بدليل إن هم قالوا له عليك 100 من الغنم وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل، فقال له أما الغنم فرد عليك مالكش دعوة بالموضوع، أما وابنك عليه جلد 100 وتغريب عام، وقم يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فكان في بعض كلامه صواب والبعض الآخر كان فيه شطط،